الخضار احنا مقصقصينه طويل، انتوا بقى الشكل اللي يريحكم اعملوه، بس هو احنا عاملين انا عاملينه كده على اساس ما ياخدش سوا كتير، يبقى طالع كده ايه حلو، لان مش عاوزينه يعني مهري قوي، يعني يبقى بيقرش كده يا دوبك. اول حاجة هنحطها الجزر، عشان الجزر بياخد وقت شوية، وقصقصوه رفيع. الجزر قصقصوه رفيع عشان ما ايه عبال يا دوبك ما يدبل تيجوا تاكلوه كده يبقى يا دوبك في الرمق، ما يبقاش ايه الخضار مهري. الكوسه والفلفل والبتنجان هنحطهم بعد الايه بعد الجزر شويه، اهو بعد الجزر شويه. الخضار ده ممكن تندوه كده وتحطوه برده، ممكن تشووه، يعني احنا بنشويه كده على نقطه زيت واحده على جريلا او على صاجه، على قعر برميل، على الصاجه اللي بيشوي عليها السمك اللي تقدري عليه اعمليه في طاسه صغيره. اهو ابص على الفرخه، لحسن ده انا نسيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لسه، بصوا هي بدات تضمر في قلب بعضيها، اهي اهو تضمر في قلب بعضيها وتبتدي تخش ببعض على ايه، لازم يبقى النار هاديه، اهو لازم النار شمعه عشان تستوي وتاخد وتدي. نرجع بقى هنا اهو، لو هتحطوا جزر حطوا جزر قليل او حطوا الكميه اللي تريحكم، بس هو في الاول هو اللي ينزل في الطاسه الاول او يتشوي الاول قبل الحاجات الطريه اللي ما بتاخدش وقت. اهو بعد كده هنروح حاطين اهو البتنجان، وادي الفلفل. الكوسه هنسيبها برده شويه اهو. هناخد كده يعني على قد ما تقدروا الحاجات الناشفه حطوها ورا بعض والحاجات الطريه صبوها اهو. طيب عبال ما نشويهم كده في الجريلا هناخد فاصل ونرجع نشوف عملنا ايه. رجعنا تاني بعد الفاصل ومعانا الخضار اللي احنا بنشويه. هنحط معاه حته ثوم صغيره اختياري للي يحب يحط معاه حته ثوم، ولازم طبعا هنحيقه بشويه ملح وفلفل عشان ما يبقاش دلع اهو، بس لما يقرب يستوي. ونقلب برده اهو، سنه الثوم مع الملح وشويه الفلفل هيدوا له طعم حلو. بصوا مفيش زيت خالص غير نقطة حطيناها في الأول، ولو كمان ممكن تحطوا نقطة الزيت دي عليه وتقلبوه مع الملح والفلفل وسنة الثوم وتحطوه في الفرن يتشوي برده بيبقى حلو، ده أو ده بيبقى كويس أهو. نشوف بقى البرغل الأخبار. أستاذ محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. ازيك يا ست غالية عاملة ايه؟ الحمد لله تسلم وتعيش. قسملك بالله الحتة عندنا كلها بتحبك. ربنا يخليك انت والحتة اللي انت منها. والله العظيم قسملك بالله المنطقة كلها بتحبك والله العظيم. ربنا يخليك، بس قول لي ايه رأيك في ان احنا نقلل بقى والحياة كانت حلوة وكل حاجة قليلة. طبعا الحمد لله الحمد لله والله نعم كتير مديها لنا ربنا نحمده عليها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بقول لك ست غالية يا حبيبة الناس، أكلك طعم وجميل وكله إحساس. ربنا يخليك. أنا بقول لك من قلبي إنك نورتي القاهرة والناس. أنا نفسي أطلع معاكي، ينفع ولا لأ؟ خلاص. لا ينفع. تيجي تشرفنا. طب ماشي معلش، أنا كنت عايز رقمك يا ست غالية من الكنترول. اتفضل ارجع للكنترول يديكوا الرقم على عينينا وراسنا، وتحياتي لكل الناس اللي عندك. وانا سعيد جدا جدا والله العظيم ان انا كلمت حضرتك. الله يخليك. ربنا يخليك. وبعدين يعني انا كان يعني انا ساعات كتير اتكلم عن الستات كتير قوي وبنسى الرجاله، بس طبعا في رجاله كتير قوي بيعرفوا يطبخوا وبيعرفوا يعملوا كل حاجه. انت نسيانه يا ست غاليه والله نسيانه، مش متذكرين خالص. لا لا ده انتوا على راسي من فوق.
شكرا ليك. انا سعيد جدا ان انا اتكلم في حضرتك والله. ربنا يخليك، ربنا يخلي لك عيالك ومراتك وكل اللي عندك. كده احنا خلصنا الشوي ده. عاوزين يبقى مش يعني ما يبقاش مستوي قوي، او عاوزينه ياخد لون براحتكم زي ما تحبوا. هو خلاص دبل، احنا محتاجينه انه يدبل.